بعد أيام من عرض مسلسل ولد الغلابة ظهرت نجمة جديدة في الساحة الفنية ريم سامي، واللي بتلعب دور قمر شقيقة عيسى. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ست البنات، يا حبيبة أخوك. عارفة الله البيت دي عندي في كفة والبيت كله في كفة تاني. ولكنها تعرضت لهجوم على السوشيال ميديا لكونها شقيقة المخرج محمد سامي. أنا أول ما ابتديت تمثيل ابتديت مع أستاذ منال الصيفي في مسلسل اسمه الحب فرصة أخيرة، فانا اكيد اخويا مخرج فاكيد ان انا عايزه امثل، فهو تاني مره اكيد هو اداني الفرصه، فمش شايفه ان دي حاجه غلط يعني. كيف كانت بدايتها الفنيه؟ بحب التمثيل قوي من وانا صغيره، بس كنت بكسف قوي قوي قوي، فكان محمد دايما لما يقعد يتكلم بقى عن الاخراج وعن مسلسلاته وكده دايما كنت بقعد بقى اللي هو متحمسه قوي على اللي هو بيقوله، بحب اروح له اللوكيشن وكده. بعد كده مرة واحدة قررت طب أجرب. بعد كده رحت الأستاذة منال الصيفي، كانت بتعمل الحب فرصة أخيرة وقابلتها، وساعتها ادتني دور منى وكانت هي المتحمسة لي قوي. وأنا مالي ومال الكلام؟ منى أنت عارفة أنا جاي هنا ليه صح؟ أيوة فاهم، وعشان كده بقولك ماليش دعوة. وما ردها على الانتقادات الموجهة لشقيقها محمد سامي لوجودها هي وزوجته مي عمر في المسلسل. مي بقت ستار كبيرة، يعني مي عمر هي ستار، لكن أنا لسه ببتدي وشايفة أنه أكيد هي حاجة كويسة أن أنا ابتديت مع محمد، وأنا مبسوطة أوي الشغل معايا، مش متضايقة يعني، مش حاسة أن دي حاجة تقلل مني. الناس ليهم في الآخر، أنا بعرف أمثل ما أعرفش أمثل، ده حكم الناس. قوم 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 استني ورا خير برضو وراني. وهل تعامل معاكي فريق العمل كشقيقة المخرج؟ لا، كنت بتعامل معاملة عادية جدا أن أنا ممثلة، بس محمد أخويا كبير فأنا هو بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي. يا مري وقال لك إيه؟ جامعة. حضر يوم ما جاي. طب سلام سلام، أمي بتنادم علي. وهل تري أن تقديم شخصية صعيدية تحدي لك؟ تحديات كبيرة قوي أن أنا أعمل دور صعيدي، وأن احنا نتعلم اللهجة، وأن أنا أعمل شخصية بعيدا خالص عن شخصيتي، بس أنا بشوف الأدوار دي أحلى بكتير. أنا لو ما اتجوزتكش موت نفسي. أه الكلام ده موت نفسي كيف يعني؟ ده كلام ينقال. من المخرج والكاتب والممثل اللي بتتمني تتعاملي معاهم؟ أنا أمنية حياتي أشتغل مع أستاذ شريف عرفة، وبحب قوي أستاذ وحيد حامد. نيت حياتي مصر قدام أستاذ عادل إمام.